السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله غادي نخدم معكم حلوة كتجي ساهلة، لا في المقادير ولا في طريقة التحضير ديالها، وكتخرج كمية اللي هي كثيرة. نمر معكم نشوفوا المقادير ان شاء الله وطريقة التحضير. كنحتاج هنا 70 مليلتر من الزيت النباتية، وملعقة طعام من فلون بنكهة الكراميل. هنا راه دار فيه السكر ديجا. وغادي نحتاجو ايضا هنايا البيضة اللي تكون في درجة حرارة الغرفة. كذلك هنا غادي نحتاج فقط نص كاس ديال السنيده، حيت الفلو عندي بنكهه الكراميل باش نقص السكر حيت هو ديجا حلو. 150 غرام ديال الزبده و500 غرام ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للطريقه هنايا كنوضع الزبده انا خدمت هنا بزبده نباتيه، لك الاختيار الا بغيتي تخدمي بزبده حيوانيه. ملي كنقول زبده حيوانيه هي الزبده اللي عندنا حنايا في المغرب، زبده سبيسيال، فكتكون البنه ديالها احسن صراحه. اللي متوفر عنده يخدم بها راه كتجي في القوام الحلوه، كتجي مغاير، وحتى في البنه كتجي بنه اللي هي مختلفه. كذلك بالنسبه للبنات اللي في الجزائر او في المشرق، راه عندكم السمنه، حتى السمنه تخدمي بها راه كتجي ممتازه. هما الاثمنه ديالهم كتكون شويه غلا، اللي متوفرش عنده فالزبده النباتيه راه كتقضي بالغرض. كنخلط هاد العناصر حتى كنحصل على خليط اللي هو كريمي، ومن بعد كنضيف ليه 70 مليلتر من الزيت. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا ديما على العبار بالكاس ديال العنبه، فتاخدي نص كاس ديال العنبه ديال ديال الزيت، حيت الكاس ديال العنبه حنايا اللي يكون من فئه 150 مللتر. تاخدي نص كاس ديال الزيت مع كاس ديال الزبده اللي يكون مملوء جيدا، وكتكملي المقادير الاخرى. غادي نعطيهم لكم ملعقه ان شاء الله، ملعقه طعام من فلون بنكهه الكراميل. كما قلت لكم هذا الفلون راه ديجا كيكون حلو. كاين الفلون اللي كيكون حلو وكاين الفلون اللي ما كيكونش حلو. الا كان حلو نقصوا من كميه السكر، ما كانش حلو يمكن لكم تمشيو حتى الكاس ديال السكر. هنا انا وضعت فقط نص كاس ديال السكر سنيده، خلطت هاد العناصر وضفت ليهم بيضه اللي ضروري تكون في درجه حراره الغرفه. اي حاجه تكون في درجه حراره الغرفه، ما تكونش بارده باش ما كتعكش لنا الحلوه ملي كتدخل الفران. هنا كنضيف ليها ملعقه طعام من الشعريه ديال الشكلاط اولا الفيرميسيل اختياريه، غير هي كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين مع الفلون ديال الكراميل. وكنضيف له هنا كذلك كما غتشوفوا نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه. وبالنسبه للدقيق هنايا هزيت معايا كما قلت لكم 500 غرام، ولكن 500 غرام كما كنقول دائما راه كتبقى حسب النوعيه. المهم 500 غرام كتاخذي 250 غرام اولا نصف الكميه يعني تقريبا، كتضيفيها في الاول وكتخدميها وكتخلي ليها الوقت في نشرب. خدميها غير بالعقل، هنا مبغيتش نزرب الفيديو باش تشوفي الطريقه، نخدموها غير بشويه. شوفوا معايا كنخدم غير بالصبعان ديال يدي، الكف ديالك ما تخدميش به نهائيا باش تبقى العجينه مرمله وكتجي من الداخل كتجي خفيفه. كنحركها وكنخلي لها الوقت فين تشرب، وكنضيف كميه قليله ديال الدقيق. يعني انا واخا تبان لك بعينك راه خاص هاد الدقيق، ما تثقيش، يعني بقاي ضيفي غير بشويه وانتي كتجمعي فيها غير بالصبعان. شوفوا معايا كنأكد وكنعاود، كاين ناس بزاف اللي كتلقاها اتساع في القصريه وكتخدم بالكف ديالها. الكف راه ماشي اي حلوه كتخدم بالكف، يعني باش تجي مرمله وتجي مفروزه من الداخل وتجي خفيفه، راه من الاحسن تبعي المقادير وحتى الطريقه ديال التحضير. الحلوه للنجاح ديالها راه كيبدا من المقادير، لطريقه التحضير، لطريقه الطهي، راه كل مرحله وعندها الاهميه ديالها. شوفوا معايا هنا القوام، هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، عجينه اللي تكون رطبه وفي نفس الوقت ما تكونش تلصق في اليد. هنا مباشره غادي نمر باش نخدم بها. الا كان الحال سخون يستحسن انك توضعيها في الثلاجه واحد شويه مع هذاك الفيرميسيل، وحنا كنخدموا بيدينا او ميم طون كيسخن شويه يعني شويه كيبدا يطلق اللون، فوضعيها في الثلاجه ومن بعد دوزي خدمي بها. هنا غادي نوضع فقط الحبات، هنا بزاف كيجيو تساؤلات على الوزن ديالها. كل وحده خديت فيها 23 غرام، فديك نص ملعقه اللي درت ديال الخميره راه ما كتاثرش فيها نهائيا، يعني غير باش كتجينا الحلوه شويه خفيفه وهشيشه من الداخل، ما هي راه ما كتنفخ ما حتى شي حاجه كما غادي تشوفوا معايا من بعد. هنا يمكن لك توزنيها ولا دير عينك ميزانك. الحبات من الاحسن بالنسبه للمبتدئات بطبيعه الحال، ما لي بروفيسيونيل راهم عارفين شغلهم. بالنسبه للمبتدئات من الاحسن انك تعبري الحبات ديالك كاملين عاد باش كتمري باش تكوريهم، باش كيجيو الشكل ديالهم مقيدد وكيجيو كلهم يعني في حجم واحد. هذه هي الطريقه انا اللي كنخدم بها، يعني واخا تكون عندي كوموند كبيره ولا كما كانت
كنخدم بهذه الطريقه، يعني كنوزنهم كنكورهم، ولا بعد مرات غير عيني ميزاني حيت ديت عليها. شوفوا هنا اما غادي نحتاج للدقيق، غادي نحتاج السكر سنيده. هنا اللي عندك هاد الطابع، انا كنت غنخدمها بالطابع، غتجيني ساهله، يعني غير غنوضع الطابع في الدقيق وغادي نرشمها وغادي نحطها وتجي ساهله. ولكن اكيد كانت غتجيني تساؤلات، غتقول لي ما عندهاش هاد المرشم، ولا منين خديتي هاد المرشم؟ انا سهل عليك، ماشي بالضروره، راه يمكن لك تحضري الشكل اللي هو راقي، شكل اللي هو زوين بلا طابع. على فكره غادي نخلي لكم مجموعه من الفيديوهات اللي انا خدمتهم في القناه ديالي، يعني بلا طابع وكيجيو ما شاء الله احسن من الطوابع. هنا خديت كاس، هادو عندي ديال ليفيغين، يعني اللي متوفر عندك هاد الكاس، يعني بحجم صغير، ماشي الكاس ديال العنبه. الا خديتي كاس ديال العنبه ولا كاس ديال اتاي ولا فنجان ديال القهوه، راه غادي يجوك هاد الاقراص، غيجيو كبار وما يجيش الشكل ديالها مزيان. عندك هاد الكاس خدمي به، ما عندكش خدي واحد الغلاقه ولا قفاله ديال شي قرعه، ولكن ما تكونش ماضيه، تكون شويه غليظه. شوفوا معايا تكون شويه سميكه من البلاصه ملي كنضغط، باش كتجي الضغطه كتجي زوينه، ما كتجيش بحال الضربه ديال الموس، كتجي شويه غليظه. اللي ما متوفرش عندها، المهم كلكم ضروري تكون متوفر عندكم غلاقه ديال القرعه. المهم كاينه ثاني معلقه، راه فايت لي سبق وحطيتها بالملعقه، يعني ملعقه صغيره كتجي احسن من الملعقه الكبيره. وكنبدا بهذه الطريقه، كندي وحده ونحاول دوك الاشرطه يكونوا متابعين حدا بعضياتهم، وحيت هي فيها السكر فما فيها باس مره مره ندوزو هذاك الكاس، ندوزوه في الدقيق باش ما يلصقش لينا وما يجرش لينا العجينه ديالنا. صافي انا غادي نكمل حتى نسالي الكميه ديالي كامله. هنا كما لاحظتوا انا وضعت فيها العنب المجفف اولا الزبيب، يعني كيعطي حتى هو منظر ليه زوين، وملي كيدخل الفران راه ما كيتحرقش، يعني كيجي معسل وكيجي رطب، كيبقى رطب. يمكن لك تخلي هذاك الثقب كما هو، ملي طيب كيتخرج من الفران كتعمري هذاك، يعني الثقب كتعمريه بالشكلاط، دوبي الشكلاط في بماغي وكديري الفوق. يمكن لك ديري حبه ديال اللوز، حبه ديال الكاوكاو، اي نوع من المكسرات، ولكن ما تكونش محمره، راه الطول اللي كطيب فيه الحلوى يطيبوا فيه باقي المكسرات. هنا بالنسبه لطريقه الطهي، فانا غادي نسخن الفرن على درجه حراره 150، كنأكد 150 بحال الطياب ديال الصابلي. الا جهدتي عليها النار راه غتحرق من الفوق، ومن الداخل ما كيجيش القوام ديالها مزيان، يعني راه الناس اللي مادي على غادي تلقي واحد المذاق ديال العجينه ضروري كيجيك في الفم ديالك، حيت واخا كتقسميها وكتبان لك طابت ضروري كيبقى داك المذاق مختلف تماما. كنحسب لها 20 دقيقه وكنخرجها، وهذا هو الشكل النهائي ديالها كما كنقولوا بيه فيه خفة زربة، كتجي خطيرة. كمية اللي هي كثيرة مقارنة مع مقادر اللي هما بساط اقتصادية 100%، ما كتاخدش الوقت، يعني كتحضر بسهولة. نتمنى انكم تجربوها. هنا غادي نمر باش نقسم معكم وحدة باش تشوفوا القوام ديالها. هذاك السكر اللي كندير من الفوق راه كيعطيها جانب من القرمشة، يعني هذه كتجي العشاق القرمشه، الناس اللي عز عليهم الدكرميله راه هادي ما كاينش محسن منها. من الداخل راه كتجي هشيشه، انا غادي نفتتها معكم، واخا كاين بزاف كيخاصموا عليا في الفيديو علاش كيقولك حشومه هذيك، راه نعمه الله ما خصكش ديري ليها هكاك. فانا للمصداقيه كندير هكا، يعني ما كنديرش باش تفاصون راه كتكير ما كتلاحش، يعني راه كنديرها باش نوريكم الحلوى القوام ديالها. يعني المهم راكم عارفين، كملوا من عندكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، اللي عجبكم بطبيعه الحال فما تخرج عنا بلي لايك وبالبارطاج. قليلا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.